مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا خير من يمم العفو ساحته سعيا وفوقه طول الايلوق رسوم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سريت من حرام ليلا إلى حرام كما سار البدر في تاج من كرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وبت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم تر من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقدمك جميع الأنبياء بها والرسل تقدم مقدوم على خدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأنت تخترق السبع الطباق به في موكب كنت فيه صاحب العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تدع شعبا لمستبيق من الظنوب ولا مرقا لمستنم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كيما تفوز بوصل أي مستتير عن العيون وسر أي مقتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مستحق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجل مقدار ما ولدت من رتب وعد إدراك ما أوليت من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه.